السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين، طلاب الصف الثاني الثانوي. أخباركم يا رجالة؟ وصلنا لآخر محاضرة ليلة امتحان الترم الأول. إن شاء الله تبقى محاضرة مفيدة. إحنا الأسبوع اللي فات نزلنا لك جزئين شرحنا فيهم المنهج كله بأكمله، يعني عندك فيديوهين موجودين على القناة فيهم يا باشا الترم الأول كله شرحا بأفكاره وبتركاته. امال النهارده يا مستر جايين نعمل ايه؟ جينا يا باشا ان احنا نجمع اهم الجمل المتوقعه، اهم الجمل اللي تلم لك المنهج كله. النهارده معانا مذكره جامده جدا جدا، اهداء من كتاب جاينز العمالقه. المذكره الصراحه خرافيه، يعني الكتاب يا باشا جايب لك، بص مسيب لك حاجه من اول ما انت تحب. هنسيب لك لينك المذكره موجوده تحت، ده اهداء من كتاب العمالقه. طبعا الشباب احنا عندنا هنا المنهج بادئ ببدايه كده، الكتاب بادئ لك باهم الفوكاب، الكلمات اللي انت لازم تكون حافظها، ملخص لكلمات المنهج كله موجود عندك يا باشا اهو، كل كلمات المنهج، اهم الفوكاب، اهم الاكسبريشنز الموجوده، مجمع لك الكلمات في صفحتين، دي كلمات المنهج كلها متجمعه في صفحتين. بعد كده كلمات الستوري كينج لير موجوده عندك برضو يا شباب، مجمعه كلها لو انت محتاج اي حاجه، يعني المنهج كله ككلمات متجمع. بعد كده دخلنا في حته اللي هو الاكسبريشنز، حروف الجر برضو موجوده متجمعه، اهم جمل الفوكاب، جمل الكلمات موجوده عندنا، دي جمل الكلمات موجوده. وعندنا بقى الحاجه اللي احنا هنحلها مع بعض، جمل الجرامر بتاعنا، زي ما يكون جايب لك المنهج كله متلخص. ادي يا باشا اهو المنهج كله متلخص على هيئه جمل. فان شاء الله تبقى مراجعه جامده من الاخر، ان شاء الله تستفادوا وتجمع افكارك. لو انت يعني ما عندك مشكله في درس معين، حاسس ان الدرس ده هو اللي فيه دروب، ارجع اتفرج على الفيديو التفصيلي. انما شاف الدنيا تمام، خلاص خليك في المذكره دي ولم الدنيا مع بعض. نسمي الله يا باشا مع بعض كده ونبدا نشوف المنهج بتاعنا ونشوف يا ابني الجمل اللي موجوده. يلا يا باشا. بسم الله. My mother warned me touch the hot pan. والدتي بتحذرني. والدتي يا ابني بتحذرني ان انا اعمل ايه يا باشا؟ ان انا ملمسي. warned me بتحذرني. يلا يا شباب. بتحذرني ان انا سبيس تاتش ذا هوت بان، المس السلطانيه. ده يونت 4، درس بتاع الدايركت والاندايركت. اعمل حاجه تو، ما تعملش نوت تو. فهي بتحذرني ان انا ملمسي السلطانيه، يبقى حاجه اسمها نوت تو، ملمسي نوت تو. I had 5000 pounds، انا معايا 5000 جنيه. I سبيس a cold drink، انا كان ممكن اشتري خاتم ذهب. But I decided، بس انا قررت to buy a new mobile، موبايل جديد. هو ده انهي درس؟ كان عندك حاجة كده في المنهج بتاعك بيقول لك يا باشا في كلمة اسمها could. could have والباست بارتيسيبل. could have وتصريف ثالث. حاجة كنت ممكن تعملها بس ما عملتهاش. هو أنت سافرت اسكندرية إزاي؟ إيه ده؟ أنا كنت ممكن أسافر بالقطر. ما رضيتش، سافرت بالعربية. فالحاجة اللي أنا كنت ممكن أعملها، أنا كنت ممكن أشتري، I could have bought، كان ممكن أشتري خدمة. I the housework all morning tomorrow، أنا هعمل الشغل البيت طول النهار بكرة، طول الصبح بكرة. خلي بالك tomorrow ده مستقبل، كلمة all دي دايما مستمر طول الصبح، أنا هبدأ will be doing، will be doing مستقبل مستمر، هكون بعمل الشغل كله. You take photographs here it's forbidden، حاجة ممنوعة أنت تاخد صور هنا، دي حاجة ممنوعة، يبقى you mustn't، أوعى تعمل كذا، you mustn't، غير اللون عشان إيه؟ نشتغل نفسنا. I gone to bed early last night، I'm really tired today. آه خلي بالك، أنا كان مفروض، كان يجب إن أنا أخش أنام بدري إمبارح، نصيحة في الماضي، حاجة كان مفروض أعملها، صح النهاردة تعبان، I should have gone. should have gone، كان المفروض اخش انام بدري امبارح. نو باركينج، ممنوع الركنة هنا، دي معناها يا باشا يو بارك هير، يبقى معناها ان انت يو ماسنت بارك هير. طب ما فيش ماسنت، معناها ان انت يو ارنت الاود، مش مسموح لك تو بارك هير، مش مسموح لك ان انت تركن هنا، مش مسموح لك يا باشا ان انت تركن هنا. طيب باي ذيس تايم تومورو، نرجع لزمن المستقبل وازمنه المستقبل يونت 3،
كلمة this time باي دي مع أي حاجة مستقبل يبقى ده future perfect مستقبل تام. بنفس هذا الوقت بكرة he all his tasks هيكون خلص will have finished هيكون خلص كل المهام بتاعته مستقبل تام. مشهور يا رجالة بكلمة اسمها باي وحاجة مستقبل. I to Paris next Monday أنا مسافر باريس الاثنين الجاي. بص يا ابني all arranged كل شيء مرتب كل شيء مخطط يبقى I am flying مضارع مستمر بيعبر عن الفيوتشر لما يكون الشيء مخطط له. Do you think هل تعتقد it's a that I am in uniform هل تعتقد ان هي حاجة ضرورية ان انا البس uniform؟ طبعا ادي عايزها نون. احنا متعودين يا سنة تانية على كلمة اسمها it's necessary من الضروري بس ما فيش ايه قبلها. هل تعتقد it's a necessity هل تعتقد ان هي ضرورة it's a necessity. لما تلاقي ايه تختار it's a necessity او it's a must. It's a necessity او it's a must. Which ايهما اطول؟ بتكلم عن كم حاجة؟ اتنين. النيل ولا الامازون؟ Which is longer؟ Which is longer؟ ايهما اطول؟ Who is the space of the two boys؟ مين هو الاطول في الولدين؟ خلي بالك هما اتنين بس. انا متعود دايما يا شباب ان ذا تولست ماشي ده العادي لما يكون اكتر من اتنين انما دول اتنين بس يبقى هو ذا تولر. مين الاطول في الاتنين؟ ذا تولر الاطول. It's to follow traffic rules نرجع تاني يا باشا ونقول It's necessary من الضروري It's necessary مش موجودة بقى مش موجودة It's necessary يبقى It's a must. It's a must to follow من الضروري It's a must. سارة her sunglasses because it was cloudy. سارة تلبس نظارتها الشمسية لأن الدنيا كانت فيها غيوم ما كانش في شمس. She wished she hadn't taken يعني بتقول يا ريتني ما كنتش خدتها يا ريتني ما كنتش خدتها. فخلي بالك هنا يا ابني هي سارة ما كانتش محتاجة تاخد نظارة الشمس معاها. الدنيا أصلا طلعت كلاودي فيها سحب ما فيش شمس فهي ما كانتش محتاجة بس هي خدتها. نقول لك هي بتتمنى بتقول يا ريتني ما خدت يبقى يعني دي انتهاف هي عملت حاجة ما كانتش محتاجة. We were traveling around Egypt احنا بنسافر في مصر احنا كنا مسافر رحنا الأقصر رحنا أسوان يبقى we our passport ناخد معانا جوازات سفرنا جواز سفر جوه مصر احنا دي انتهافته وما كناش محتاجين. وفي حد بياخد جواز سفر يا ابني جوه مصر احنا didn't have to ما كناش محتاجين. Is this food he eats the less healthy he will become جملة مهمة يا جماعة كلما حاجة اسمها كده في الانجليش the more او the less او اي صفة فيها ER وروح الناحية التانية على the less او the more اي صفة فيها ER كلما فهو كل ما الطعام اللي هو يكون بياكله بيكون ايه؟ كل ذا ليس هيلسي هي ويل بيكم يبقى هنا يا شباب يبقى خلي بالك ركز معايا كده ذا فاستر فود هي ايت عندي يا جماعه هنا ذا مور فاست فود انا عندي هنا ذا مور فاست كل ما ياكل اكل جمله متفوقين دي مش عايز هنا انا عايز الفاست فود الطعام السريع كل ما يزود فيه كل ما هيبقى صحته اقل يبقى ذا مور فاست جمله صعبه في ناس كتير ممكن تختار ذا فاستر لا هو هنا الفاست فود اصلا يعني الطعام السريع فانا اختار ذا مور فاست فود. ايه از اوف ذا تو سيستر كل شويه جمله تتعاد ايه بتكون في الاختين يبقى ذا اولدر في الاختين. This is my first successful book ده اكتر كتاب ناجح اول كتاب ليا يكون ناجح. خلي بالك هو احنا عارفين كلمه ذا موست ذا ليست بس هنا في حاجة لو الاسم فيه ابوستروف اس الملكية او هز او هير ضمير ملكية او ذا فيرست او ذا سكند لا نستخدم ذا يبقى هو ده موست سكسسفول الاكثر نجاحا. اتس كولدر بص يا رجالة كولدر زان اي ار زان طب انت عملت مقارنة بين اتنين
امال عايز احط هنا ايه؟ عايز اتحكم في المقارنه، هل هو اسقع منه بكتير ولا اسقع منه حاجه صغيره؟ فلما اجي اتحكم في المقارنه ما هي خلاص فيها اي ار زائد، يبقى اجيب حاجه اسمها ماتش كولدر زائد. ماتش عندي حاجه اسمها الوت كولدر زائد. فار كل ده معناه كتير. He has already decided، هو خلاص قرر بالفعل. أدام هو قرر شاف كلمة decided دي يبقى هو is going to sell، هي تاخد is going to. She to Paris at 5 tomorrow. She has booked a ticket، حجز التذكرة. حجز التذكرة يبقى she is flying، مضارع مستمر she is flying. My brother will go to the park when he، اوعى تستعجل، معنى بالراحة. ادي وين من الروابط يا باشا شغال، ادي يا باشا هنا في كلمة will، يعني ده مستقبل، اي روابط ادامها مستقبل، يبقى انت عايز هنا مضارع بسيط او مضارع تام، عايز مضارع بسيط او مضارع تام، يبقى he finishes، ادي المضارع البسيط. ولو ما كانش فيه كان هتلاقي حاجة اسمها has finished مضارع تام. The museum، المتحف typically at 8 AM، المتحف بيفتح opens، جداول زمنية تايم تيبلز، اوعى تنسى يا ابني التايم تيبلز الجداول الزمنية، المتحف ده بيفتح الساعة كام؟ طب it's very cloudy، الدنيا مغيمة، تنبؤ بدليل، I think it by the time we are leaving the office، يبقى خلي بالك it's going to rain، هتمطر، تنبؤ بدليل. I hire a car to travel around the this is my intention، هي دي نيتي، يبقى I am going to، I am going to. The warmer the weather، كلما كلما، صيغة المقارنة، the warmer فيها ER، يبقى الناحية الثانية the better فيها ER، كلما كلما، the warmer the better. طيب في عندي يا ابني، بسم الله، بيقول لك يا باشا my friend encouraged me، نرجع تاني لجملة الدايركت والاندايركت، صديقي بيشجعني، اعمل تو ما تعملش نوت تو، فهو بيبين ان انا اكسبت ذات باد اوفر، هذا العرض السيء، يبقى نوت تو ما اقبلش يا ابني العرض الزفت ده. my friend me to be careful about fast cars when I crossed a busy street، صديقي هو reported me بيبلغني، suggested me، warned me بيحذرني، يا جماعة هو warned me بيحذرني to be careful، إن أنا أكون حريص وأنا بعبر شارع زحمة. if they had قاعدة if، الحالة كام؟ had بس لوحدها ماضي، had لوحدها يبقى if ماضي would win. if they had، لو هم عندهم إرادة قوية they would win. if he، دي قاعدة if abroad، he would have، would have بس، would have مفيش تصريف تالت، يبقى عايز هنا ماضي would، ماضي would يبقى traveled، عشان if he had، if he traveled abroad he would have، if ماضي would. لو التلج اتسخن هيذوب، صفرية. لو التلج is heated، اتسخن، صفرية، مضارع بسيط مبني للمجهول، لأن التلج مش هو اللي هيسخن، ده هو is heated، اتسخن. I'd rather take a taxi، أنا كان أفضل لي آخد تاكسي. if the weather، دي حالة أولى، ما يخدعكش بـ I'd rather، دي حالة أولى. I'd rather take a taxi، أنا كان أفضل لي if the weather is، حالة أولى يا ابني، I'd rather كان أفضل لي take a taxi if the weather is. we بسم الله الرحمن الرحيم، we meet from the market if it possible but we prefer fish، كان ممكن نشتري لحمة من السوق، حاجة كانت ممكنة بس احنا ما رضيناش وفضلنا ناخد سمك، يعني حاجة كنا ممكن نعملها وما عملناهاش، يبقى احنا could have bought، كان ممكن نعمل حاجة دي. if you، لو انت if you هيدك صداع you had better take a taxi، برضو you had better دي حالة أولى، هنا يا ابني دي حالة أولى، دي حالة أولى، if مضارع will أو would، better دي بتيجي كنصيحة، if I have، if you have. the girl went home because she، البنت روحت البيت، ليه بقى روحت البيت في الماضي؟ اصل هي كان مفروض تطبخ العشاء النهارده، يبقى هي يا جماعه روحت ليه؟ لان she was supposed to، كان من المفترض. if he، he would،
have to، ما يخدعكش يا ابني بhave to، would وhave to بس، يبقى دي حالة تانية. أنا عايز هنا ماضي بسيط would، يبقى if he لو هو مش invited دعا، ما لو كان دعا دعا مين؟ if he was invited لو تم دعوته. if you need help لو أنت محتاج مساعدة at any time call me، اتصل بي أمر، call me اتصل بي. she would lose weight، هتفقد الوزن، ده ماضي حالة تانية. if she followed a diet لو هي مشت ورا دايت، if في ماضي would دي حالة تانية. if the money I had لو الفلوس اللي معايا enough كافية I'd have rented a better flat. if I money I had لو الفلوس اللي معايا مالها، فين بقى فعل الجملة؟ I would have rented دي حالة تالتة، يبقى had been مالكش دعوة بهاد دي. I wish يا ريتني I spent much time last night. خلي بالك I wish لو انت جالك جملة فيها مضارع بعديها تختار انت ماضي بسيط، لو جاب لك اي كلمة دل على الماضي تختار ماضي تاني. طب هنا I wish I much time يا ريتني ما كنتش hadn't wasted، يا ريتني ما كنتش ضيعت hadn't wasted. Service was included in the bill، الخدمة الضريبة بتاعت الخدمة دي موجودة في الفاتورة. You the waiter انت تدي بقشيش للجرسون. It was a waste of money ده كده انت بتضيع فلوسك. عارف معنى الكلام ده كله ايه؟ عايز يوصلك ان انت اديت بقشيش للراجل وانت ما كنتش عايز تعمل كده، ما كانش مفروض. You needn't ما كنتش محتاج have tipped the، ما كانش محتاج ان انت تديله لان هو اصلا كده كده واخد خدمة في الفاتورة. is this come you would meet the boss today. دي قاعدة اف الحالة كان، اسأل نفسي هنا في نقط اخش يا باشا الناحية التانية you would meet دي حالة تانية، دي حالة تانية. if you انا عايز اف ماضي، اف ماضي would، ما ينفعش اقول if you come، كانت عايزة if you came، ما ينفعش you should، هي where you to come، where بتيجي في الحالة التانية وحط تو المصدر من الفعل الموجود where you to come. I regret انا بندم يا ابني not going to the party، بندم ان انا ما روحتش حفلة yesterday، يا بندم يا ريتني كنت رحت. I wish I had gone، بندم على حاجة في الماضي اجيب ماضي تاني. of the twins في التوأم، خباك هما اتنين، ايمان is the taller لان هما توأم بس يبقى the taller. What he do if he hurt؟ hurt الفعل يا ابني يؤذي، التلات تصريفات زي بعض بس انت هنا مفيش اس، يعني ده ماضي يبقى عايز اف في ماضي would، يبقى what would he do كان هيعمل ايه. who is this me him if he put، نفس الفكرة نفس الفكرة، put ده ماضي مفيش اس، يبقى who would help مين اللي هيساعده، هو would help عشان if ماضي بتاخد would. is busy had much time، بص يا باشا they would have studied حالة تالتة، ما ينفعش if they had، انا عايز هنا ماضي تام، انا عايز ماضي تام ما ينفعش had لوحدها، يبقى had they had بدائل if لو كان عنده. where you، where لما تيجي مكان if في الحالة التانية بختار هنا تو والمصدر من الفعل التاني يبقى تو ايت. the slower you work كل ما تشتغل أبطأ، the job will take to finish كلما كلما، the slower يبقى the longer ولا ايه بقى؟ the slower you work هو دي مش معانا ودي مش معانا يا باشا، يفضل لي the longer و the will، طبعا انا عايز the longer كلما كلما. طيب this school المدرسة دي مالها يا باشا المدرسة دي يا ابني؟ المدرسة دي to be the best place for learning، هي المدرسة مفرد ما تاخدش س من غير اس، سبوز ما فيش قبلها فيرب تو بي، منت ما فيش فيرب تو بي، يبقى اس سبوز دي تو. اف علي a bike، بص يا باشا he would have to حالة تانية، حالة تانية اف علي had، اف علي had. he is taller than me، he is taller than، بص يا ابني هي دي مقارنة بين اتنين taller than، خلاص هو كده عمل المقارنة قبلها
عايز ماتش، عايز فار، عايز يبقى عايز حاجة اسمها أليت التولر. أليت التولر يعني أطول سنة صغيرة. يلا باشا مكملين تريكات وبنراجع المنهج حل. خلي بالك لو انت عايز شرح تفصيلي يا باشا كل ده اتشرح بالتفصيل بأفكاره في فيديوهين، كل فيديو بتاع 3 ساعات فيه كل الأفكار والتريكات. إنما الفيديو ده بنحل كتير عشان نثبت الأفكار في دماغنا. طيب بيقول لك يا ابني هنا he went to work، هو راح الشغل بالتاكسي. he not by bus، هو كان ممكن يروح بالباص. he could have gone، كان ممكن يعمل حاجة ما عملهاش. yesterday our car ran out of petrol، العربية خلص منها البنزين امبارح. we take a taxi، we had to، كان لازم ناخد تاكسي. there to be no reason for the alarm، there seems to be، seems to be يبدو كده مفيش أي سبب للألارم للإنذار، seems to be مفيش سبب للإنذار. he writes English، هو بيكتب English better than me، أفضل مني. بيكتب يا جماعة better than me، كان ممكن أقول better than I do، يعني لو كان كده كانت تنفع، إنما better than me. From 6 to 8 tomorrow، بكرة من 6 ل 8. I know at the final I will be watching، مستقبل مستمر will be watching. You try my sister's cake now، انت تجرب الكيكة بتاعت اختي دلوقتي. It's really delicious، ده هي شهية جدا، طعمها جميل. دعوة، you must، invitation، تعال جرب الكيكة بتاعت اختي. Unfortunately، للأسف لسوء الحظ، my friend broke his leg، صديقي رجله اتكسرت في الماضي. and to hospital where he received treatment، يبقى هو يا جماعة في الماضي، يبقى هو كان هو had to go، كان لازم يروح المستشفى عشان ياخد علاج. you take this medicine، انت تاخد الدواء ده. you are quite well now، انت بقيت كويس دلوقتي، يبقى انت هنا needing مش محتاج. don't need او don't have to، انما هنا نختار you needn't، يبقى حاجه اسمها you needn't مش محتاج. you pass a driving test، انت لازم تنجح في اختبار القياده عشان تاخد رخصه، يبقى انت يبقى you have to، الزام خارجي. منى is really economical، منى بنت اقتصاديه. she more bread، هي تشتري عيش تاني لان هي عندها already had، كان عندها عيش كتير، يبقى هي didn't have to buy، ما كانتش محتاجة تشتري. I really، أنا بجد يا شباب، buy my mother a present، أشتري هدية لوالدتي on her birthday. ال one should be grateful، لازم الإنسان يبقى إنسان ممتن شاكر، يبقى أنا must لازم. You worry، أنت تقلق. You still have a lot of time، لسه قدامك وقت كتير جدا to answer the other questions، السؤال التاني. عندما لسه قدامك وقت يبقى أنت don't have to، مش محتاج تقلق. It's to follow traffic rules. It's جملة متعادة على فكرة. يبقى it's يا جماعة a must. It's a must. ضرورة. Your homework is than، كلمة than last week مقارنة بين اتنين. لا إما يا باشا better than أو worse than. بس أنت بقيت lazy كسول، يبقى شغلك بقى worse than، أسوأ منه. عادل isn't، عادل يا شباب isn't as old as حاتم. عادل مش كبير في السن زي حاتم. خلي بالك معنى ان عادل مش كبير في السن زي حاتم يعني حاتم اكبر، يبقى عادل هو مين؟ younger. يبقى عادل is really young، المفروض younger يا جماعه، هو المفروض هنا عادل مش كبير في السن زي حاتم، يبقى عادل يا جماعه younger، المفروض ان هو اصغر، يبقى كلمه younger اصغر. What is the mountain in Europe؟ ايه هو the highest؟ اعلى جبل في اوروبا، the highest الاعلى. The faster you drive، كلما كل ما تسوق بسرعة، the more dangerous، كل ما يكون أكثر خطورة، the more dangerous، كل ما يكون أكثر خطورة. This is the situation I have ever faced، I am in tight spot، ده أكثر موقف صعب أنا واجهته، هو ده the most difficult، الأكثر، هو ده the most difficult situation، أكثر موقف صعب. This exam seems than the previous one، you don't have to worry، الامتحان ده يا جماعه بالنسبه للامتحان اللي فات مش محتاج تقلق. هو هنا ينفع كجرامر more difficult وينفع easier، بس انت مش محتاج تقلق، يبقى هو easier than.
You should avoid dealing with these boys. يجب أن تتجنب التعامل مع هؤلاء الأولاد. Better alone than. Better than أفضل من. My brother enjoys quick thinking. أخويا بيستمتع بالتفكير السريع. He usually reacts. بتصرف all the other members of our family. يبقى بتصرف يا جماعة more quickly than. More بتصرف إزاي؟ More quickly than. Living in a big city, الحياة في مدينة كبيرة isn't living يبقى as it's cheap as. طب ما فيش as ينفع في النفي بس so cheap as. I on the AC before it's very hot now. أنا هعمل إيه بقى في التكييف عشان الجو حر؟ I will turn. قرار سريع. I will turn. قرار سريع. I have made up my mind. خدت قرار إن أنا أقضي الويك إند in my village. يبقى معنى يا جماعة خدت قرار. I have made up my mind. يبقى I am going to. هي بتسويها. I expect Rami يبقى to be. يبقى هنا يا جماعة expect Rami توقع إن Rami will be سوف يكون. أدام expect يتوقع يبقى will be. طيب more people electric cars ناس كتير هيستخدموا عربيات كهربائية. Therefore we will cut down يبقى احنا هنقلل التلوث. يبقى ده تنبؤ. تنبؤ يا شباب خلي بالك هنا من غير دليل. يبقى ناس كتير will use. مفيش هنا يبقى will be using. will be using. Be careful خلي بالك يا باشا the bus towards you. Towards is coming. خلي بالك is coming. My grandson أحمد ابني أو حفيدي أحمد will be عمر إنسان 12 سنة will be. Don't expect him لا تتوقع أن الولد ده كم يجي النهاردة. He not an important meeting ليه مش هيجي؟ لأن هو النهاردة will be attending هيكون بيحضر اجتماع مهم. Farmers الفلاحين the rainforest الفلاحين هيعملوا في الغابات عشان they are cutting down more trees. الفلاحين هيدمروا الغابات لان هم بيقطعوا في شجر كتير. ده تنبؤ بدليل. هم يا جماعه are going to damage. تنبؤ بدليل عمالين يقطعوا في الشجر يبقى are going to. I can't go to the cinema with you this evening. مش هينفع اروح معاك السينما. طب ليه يا ابني؟ لان I space for I will be preparing. بيعتذر. خدها قاعده كده يا سنه ثانيه. ادام بيعتذر يبقى تختار مضارع مستمر او مستقبل مستمر. واحد منهم مضارع مستمر او مستقبل مستمر. My brother will go to the park when he his homework. ده مستقبل. ادي كلمه when يبقى when he finishes. What from 6 to 8 next evening. هتعمل ايه من 6 ل 8 بكره. Will you be doing. هتعمل ايه. What will you be doing مستقبل مستمر. I the weekend in my village as planned. أنا هقضي الويكند في القرية زي يبقى I am going to spend. As planned دي بتاخد going to. As planned بتاخد going to. If you come late again لو أنت جيت متأخر مرة تانية I space you in and will miss you the lesson. I will miss. I will want للتحذير. تهديد وين يبقى يا جماعه مهدد حد يبقى ويل. What do you intend to do this evening؟ ناوي تعمل ايه؟ ادام ناوي يبقى حاجه اسمها I am going to go. النية بتاخد I am going to. If you exceed the speed limit لو تجاوزت السرعة المحددة you are fine يبقى انت will have to pay تهديد. Will have to pay هتضطر تدفع غرامة. I'm sure this bag is very heavy. متأكد إن الشنطة دي تقيلة. I help you هساعدك. I will help offering help عرض مساعدة. The sky is clear السماء صافية. I think it not أعتقد كده إن هي it's going, not going to rain مش هتمطر. تنبؤ بدليل السماء صافية. They married next Thursday هيتجوزوا لأن كل شيء خلاص كده جاهز. يبقى هم are getting حاجة مخطط لها. They are getting. I wasted my time yesterday. ضيعت وقت امبارح. I studied my lesson. I should have studied. I should have studied. This is the surgeon. هو ده الجراح. Who on
ماي انكل، في كلمه اسمها اوبريتد اون، يجري عمليه، دي كلمات اوبريتد اون. اي كانت سي يو، انا مش ينفع اشوفك. ليه؟ ليه يا ابني؟ اي ام ريفايزنج، براجع للتيست، حاجه مستمره دلوقتي. اي ام ريفايزنج، براجع للتيست. يو شاوت، انت تصرخ. يو شاوت، انت تصرخ. اي كان هير يو، انا سامعك. ادام انا سامعك يبقى انت دونت هاف تو، مش محتاج ان انت تصرخ، دونت هاف تو. يو تيك فود ان يور روم، انت تاخد معاك الاكل غرفتك. اتس نوت الاود، دي حاجه مش مسموح بيها. يبقى يو ماسنت، اوعى تاخد معاك الاكل، يو ماسنت. يو ارنت ليت، انت مش متاخر. يو هاري، انت تجري. يبقى انت دونت هاف تو، مش محتاج تجري. سبيس اي ريتش اي وود هيلب اول، لو كنت غني. قاعده اف الحاله الثانيه، لو كنت. وير اي ريتش، كان اصلها يا شباب اف اي وير ريتش، وير خرجت بقى. ماي براذر وود هاف بين ا دكتور، اخويا كان ممكن يبقى دكتور. حاله ثالثه اف هي هاد باز ادي وود هاف بين، دي حاله ثالثه. You sit on that wall، أنت تقعد على الحائط ده أو السور ده. It's dangerous، يبقى you mustn't. Doctors to do their best in case of emergency. Emergency، الدكاترة بيطلب منهم، are asked، بيطلب منهم يبذلوا أقصى ما في وسعهم، are asked. The doctor advised me medicine regularly، يبقى to take، أخد الدواء بانتظام، to take. Pass me the sugar، لو سمحت مرر لي السكر. Please will you supposed to have any sugar، يبقى انت يا باشا you aren't supposed to، مش مفترض تاخد سكر. You aren't supposed to، انت مش مفترض تاخد سكر. You aren't supposed to. يلا شباب. The new director of the company، مدير الشركة الجديد، strict and tough، يبدو كده ان هو seems to be، seems to be، يبدو seems to be. He great doctor، هو دكتور عظيم. He had the ability، كان ممكن يبقى دكتور عظيم، هو عنده القدرة، ولكن هو didn't want، ما كانش عايز to work hard، يبقى هو could have been، كان ممكن يكون. I promise، بتاخد to المصدر. I promise to visit أو to visit you. Perhaps، احتمال. He a new car next month، who knows. احتمال إن هو will buy، ما ينفعش أقول perhaps مع may، يبقى هو will buy. In a week's time، خلال فترة أسبوع كده، هكون إن شاء الله will be relaxing، مستقبل مستمر. إحنا جهزنا كل شيء عشان زفاف أختي، يبقى we are giving، هنعمل حفلة، منظمين كده. We the office till، مستقبل till حتى. We have done، يبقى أنا عايز هنا يا شباب won't leave، مش هنغادر. won't leave، مش هنغادر، till لغاية ما. We have done. I go to the service center، أروح مركز الخدمة. I needed to make sure that the car was ready for the long trip، يبقى أنا كنت had to. I had to، كنت محتاج. I had to. I can't play tennis with you this evening، أنا مش هينفع ألعب معاك تنس النهارده بالليل. ليه؟ I not an urgent task for several hours، I will be doing، بيعتذر، يبقى مستقبل مستمر. There was no need for me to leave the office early، ما كانش عندي حاجة خالص أسيب المكتب بدري، يبقى I not، يبقى didn't have to، ما كنتش محتاج اغادر بدري. My father promised، promised ماضي، يبقى he would buy عشان promised. What a wasteful lady، يا لها من امراه مبذره. She murmured she had a lot in the fridge، ما كانتش محتاجه تشتري لحمه. She needn't have، بس هي اشترت، ما هي مبذره. She needn't have boot. The bag is heavy، الشنطه تقيله. قال له يا باشا ما تقلقش، I will offer، I will carry، هشيلها لك. The teacher told us، المدرس قال لنا، قال لنا ايه ماما؟ To do the exercise، ان انا اعمل تمرين. قال لنا يا جماعه ان احنا المفروض نعمل تمرين، ده بيوضح ايه؟ المدرس قال لنا to do the exercise، هل هو order امر، request طلب، positive advice نصيحه ايجابيه،
نيجاتيف ادفايس، نصيحه سلبيه. فالمدرس قال لنا، المدرس قال لنا تو دو ذا اكسرسايز. يبقى هنا الشباب هي يعني ممكن تمشي اوردر امر وتمشي نصيحه ايجابيه، تمشي الاثنين الصراحه. بس احنا نقول عشان ده المدرس يبقى ممكن نخليه هنا يا جماعه اوردر امر. ما يعني ما كانش المفروض يجيب دي الصراحه، هما الاثنين ينفعوا يعني، ينفع دي وينفع دي، ده غلط يعني، غلطه مني كده يعني. ممكن تكون نصيحه اعملوا اكسرسايز، ما ينفعش ريكويست، ممكن والله ما كانش المفروض يجيب كده. I wish I had traveled. انا كنت اتمنى يا ريتني كنت سافرت بالقطر السريع، يا ريتني انا كنت سافرت. ده بيوضح ان انا بندم ان انا ما سافرتش، not traveling. This means that I regret not traveling by the express train. I watch the film until I have finished my homework. برضو until، وجاي هنا مضارع تام يبقى عايزه مستقبل، يبقى I want. I want. منى مالها منى يا ابني؟ 22 tomorrow، هتتم 22 سنه بكره، يبقى منى will be. will be. إذا بيس أكار، لو كان عندي عربية كنت هكون سعيد. هنا دي حالة تانية، هنا لو كان عندي يبقى حاجة اسمها هاد. إذا بيس هي أندرستاند ذا ليسون إف هي ريد، ده مفيش فيها إس، معنى إن مفيش فيها إس يبقى دي ماضي، يبقى اختار الناحية التانية وود، إف ماضي وود. إف أي إناف تايم أي وود باي فور فيزيت، أي وود باي، دي حالة تانية. إف أي هاد، حالة تانية اف ماضي وود. ذا بوي ان ذا اكسيدنت was taken to hospital، الولد اللي اتقتل. دي بقى جمل صعبة بقى، دي بقى جمل متفوقين. الولد هو was killed، اللي اتقتل اهي، هو was killed. طب دول مش موجودين يبقى killed بس. This time next week، ده مستقبل مستمر، will be staying، مستقبل مستمر. You take photos here, it's a military area، دي منطقة عسكرية. You mustn't. You come if you don't want، يبقى أنت خلاص don't have to، براحتك لو مش عايز تيجي بمزاجك. You don't have to، مش محتاج تيجي، ما عندناش مشكلة. You don't have to. I wish، أتمنى. I know at that food yesterday، ماضي، بجيب ماضي تام. يا ريتني ما كنتش كلت، hadn't eaten، hadn't eaten. Why did you drive so carelessly؟ ليه بتسوق كده يا جماعة بإهمال؟ You being more careful، كان المفروض تبقى أكثر حرصا. ليه يا جماعة بتسوق يا ابني؟ أنت you should have been، كان المفروض تكون أكثر حرصا. You should have been، كان المفروض تبقى أكثر حرصا. I can read، أنا ما ينفعش أقرأ. Space I wear glasses، أنا مش هينفع. unless، إذا لم، unless يبقى إذا لم. I nice time if I had been، had been ده ماضي تام، had been ماضي تام، يبقى I would have had، عشان دي حالة ثالثة. I would have had. Your new job، وظيفتك الجديدة to be more interesting and rewarding. وظيفتك دي is supposed to be، من المفترض إنها تكون، is supposed to be، is supposed to be. Over the next 5 years، في الخمس سنين الجايين دول، they an enormous bridge over the Nile، هيبنوا كوبري ضخم جدا على النيل. يبقى هم يا جماعه هيبقى will be building، هيكونوا بيبنوا في الخمس سنين الجايين دول. الضيفي is based to Cairo University but he decided to go abroad instead، كان ممكن يعمل حاجه ما عملهاش. he could have gone، could have gone. if the food I had، مالكش دعوه بالفود اللي عندي هنا. I wouldn't have asked، يبقى دي حالة ثالثة. يبقى if the food I had had been، had been. They didn't like the dishes، هم مش عاجبهم الأطباق. Is based in this restaurant، يبقى هنا يا جماعة مش عاجبهم الأطباق. which التي are serviced، يبقى شيل دول، يبقى serviced بس. You buy a pen، أنت تشتري قلم. أنا ممكن أسلفك القلم بتاعي، يبقى أنت يا جماعة needn't، مش محتاج. أنت مش محتاج تشتري قلم، أنا ممكن أسلفك القلم بتاعي. Don't go out if you exhausted، ما تخرجش لو أنت فيل، مضارع عشان أمر يبقى فيل. This is his second successful film،
سكند ما خدش معاها زي الغي زي يبقى سكند موست. سكند موست. اسبيس شي وركس ده مضارع هنا والناحيه الثانيه شي كان اف مضارع ويل. لو هي اشتغلت بجد هتحقق احلامها ما فيش اف يبقى از لونج از بتساويها. If you have a lot of work لو انت عندك شغل كتير you play football with them. If you have a lot of work لو انت عندك شغل كتير if you have a lot of work you play football with them يبقى انت don't have to مش ملزم تلعب معاهم. The more you exercise كل ما تتمرن اكتر the fitter كل ما تبقى لايك بدنيا. I wouldn't have solved the problem in space you had helped me. أنا ما كنتش أعرف unless إذا لم لو ما كنتش ساعدتني. My uncle wishes he to smoke his lungs were seriously affected. بيتمنى إن هو hadn't started ما كانش بدأ إن هو يدخن. We the weekend in Alex but we prefer to be with our old friends in the village. إحنا كان في إمكاننا we could have spent حاجة كنا ممكن نعملها ما عملناهاش. The car العربية seems to will it's no longer breaks down يبقى هي seems to have been repaired. Have been repaired اتصلحت كويس. Have been repaired في الماضي اتصلحت كويس. Mother made to avoid crowded places in order not to be infected with coronavirus. Advised me نصحتني. The underground metro to be an environmentally friendly means of transport. يبقى هو is supposed to be. I the weekend with my friends in Alexandria but I preferred. كان في إمكاني I could have spent. The teacher orders us noise inside. يبقى to stop making أتوقف. يبقى احنا كده يا شباب حلينا أكتر من 150 جملة لمينا المنهج كله. منهجك كله سنة تانية من أول يا ابني يونيت 1 كان بيتكلم عن استخدامات should وmust وhave to. يونيت 2 كان بيتكلم عن adjectives الصفات. يونيت 3 كان بيتكلم عن future tenses أزمنة المستقبل استخدامات will وgoing to. يونيت 4 كان بيتكلم عن الدايركت والindirect في الجملة الأمرية واستخدامات could وcouldn't وshould وshouldn't. يونيت 5 seemed to meant to supposed to. آخر يونيت كان قاعدة if وبدائل if. في رب يا جماعة تكون استفدتوا من الفيديو ده. ما تنساش ان في فيديوهين تانيين موجودين على القناة اللي هم اهم قواعد الشرح الجرامر بالتفصيل. يبقى انت المنهج معاك. المذكرة دي هسيب لك اللينك في التعليقات تحت او في ديسكريبشن فيها الجمل وتدريب على الكلمات واهم الكلمات وهسيب لك النسخة المجاوبة منها. فيا رب تكونوا يا جماعة استفدتوا واشوفكم على خير في الترم الجاي ان شاء الله وربنا يكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.